ليلى. من الهاتف الداعي؟ أقيس أرى ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟ ما كنت يا عم فيه. أين كنت إذن؟ في الدار حتى خلت من دارنا الدار. ما كان من حطب جزل بساحتها أو دل رياح به والضيف والجار. ليلى انتظر قيس. ليلى ما وراء أبي؟ هذا ابن عمك ما في بيتهم نار. متعت ليلى بالحياة وبلغت الأرض. عفراء مولاتي تعالي نقضي حقا وجبا. خذي وعاء واملئيه لابن عمي حطبا. لي حاجة عرضت ما ضرها لو قضت للقلب حاجاتي. كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كاد أكثر أسبابي وعلاتي. فأشكو وأنفجر
أشرح الشوق كله أم من الشوق يختصر. جئت ليلى من المها والمها منك لم تغر، لست كالغيد لا ولا قمر البيد كالقمر. ويح عيني ما أرى قيد ليلى، خذ الحذر. رب فجر سألته هل تنفست في السحر، ورياح حسبتها جلرت ذيلك العطر، وغزال جفونه سرقت عينك الحور. ويح قيس تحركت راحته ليلى وما شر قيس. امضي قيس امضي، جئت تطلب نارا ام ترى، جئت تشعل البيت نارا. ملأت سماء قلبي عشقا وأرضا، وحملت وحدي ذلك العشق يا رب. ألم على أبيات ليلى، ألم على أبيات ليلى بي الهوى، وما غير أبياتي دليل ولا ركب، وباتت خيامي خطوة من خيامها، فلم يشفني منها جوار ولا قرب. إذا طاف قلبي حولها جن شوقه، كذلك يطفي الغلة المنهل العذب يحن إذا شطت، ويصبو إذا دنت، فيعيح قلبي كم يحن وكم يحن.